أنا يزن سعد الفليح من إدارة تعليم الرياض. شعور جدا جميل، أنا فخور في نفسي أني أعطيت هذه الفرصة الجميلة، وفخور بكل اللي معي اللي ساهموا في مساعدتي في تحقيق هذا الهدف، والحمد لله. ربما أقول الفوز، ولكن هدفي مو فقط الفوز، هدفي أني أساعد زملائي السعوديين سواء في المدرسة أو أي طالب على المساهمة في العلم، وأنه هو يشارك في مسابقة علمية خلال السنوات القادمة. ودي أكون قدوة حسنة لجميع اللي معي، بحيث أنه السعودية بإذن الله خلال السنوات القادمة تكون منبع للعلم أكثر من ما هي الآن. أنا استخدام الميتال أورجانيك فريموركس لمضاعفة إنتاج بروتينات السيسكوتيركنويد في الخلايا النباتية الجذعية. كان في مشكلة أنا واجهها خلال السنة الماضية، أني أحتاج أنتج كمية كبيرة من بروتين معين، بروتين عطري، فساهمت أني أدور طريقة أضاعفها، وهذه الطريقة اللي توصلت لها، وبناء على ذلك قررت أني أشارك فيه في مسابقة إبداع وثم مسابقة آيسف. أكيد أنه عندي الدكتور يوسف الدليقان من وزارة الزراعة ما قصر معي، وكذلك الدكتور كايل لاورسن من جامعة كاوست، ووالدي ووالدتي ومدرستي الأستاذ عبد الله العتيبي ما قصروا معي كلهم، الله يجزاهم خير، كل بحمد الله. كيف توصلت له بالضبط؟ اشتغلت الحمد لله، اشتغلت بذكاء واشتغلت بشغف، وهذه جهتي.